جدا، وبالنسبة لنا احنا دورها معانا في العام القادم، العام الجديد هيبقى اكبر واكبر، وهيتم الاستفادة بيها لتغطية احداث كثيرة في كل الجامعات والمراكز البحثية المصرية. انما انا باخدها فرصة ان انا بعيد على مصر كلها وعلى ابناء مصر كلهم، وان شاء الله عام سعيد كله خير وامن وسلام على مصر كلها. مصر بتفرغ جوعنا كتير، وزي ما قلنا احنا عندنا الرئيس السيسي النهاردة عنده وطنية وعنده حب لمصر وانتماء، وبيعمل نهضة خطيرة خطيرة لمصر، لازم نقدرها ونقف جنبها. بمناسبة 2017 كل واحد يوضح اكتر الهدف اللي عايز يحققه في حياته ويسعى لتحقيق هذا الهدف. في العام الجديد ان شاء الله ومصر كلها يا رب بخير، ونتعلم كاباء وكامهات ان احنا حتى لو علينا ضغوط يا جماعه احنا الرئيس الحقيقي في البيت، كل اب رئيس ولاده ويقدر يعلمهم بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها، تقوم مصر كلها تقوم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها بخير. من قلب جامعة عين شمس بنبعت التحية للتلفزيون المصري الرائد، بنبعت التحية لكل القنوات التلفزيونية وكل الإعلاميين المصريين ولكل الشعب المصري، ويا رب سنة سعيدة 2017 مليانة بالخير والسعادة والاستقرار على مصر والتقدم والتنمية. أحب أقول للشعب المصري والعربي كله كل سنة وأنتم طيبين، وبتمنى من كل قلبي ان ربنا يجعلها سنة عاما هناء رخاء مليء بالخير على الامة العربية والاسلامية والمصر كلها، وبهنئ بصفة خاصة قيادات الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات الامة العربية. جامعة عين شمس اللي بشرف وبفتخر بانتمائي ليها، بوجه ليكم هذه التهنئة، ولكن لكل جامعات مصر ولوزارة التعليم العالي ولكل الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس اللي بتمنى لهم مزيد من التقدم، وفي نفس الوقت لكل العاملين على هذه القناة المشرفة اللي أتمنى أن تظل نافذة مشرقة ومشرفة لإعلامنا المصري والعربي في كل مكان.